خلص جوبت اجل ولا صورت معه انهيار؟ هلا ما وقت الشماته؟ الزلمه ما فاق معي ومتصرف. تصرف؟ يعني ايش بده بسوي؟ بعبي سطل مي بكته على راسه مشان بصير معه انهيار او صدمه عصبيه بروح فيه باخذوني انا على مغفر؟ مستو ابوس ايدك هلا اذا اجى الدكتور شاكر وشاف الزلمه ملقوح جوا بده يقلعني. لو ايش قد انا نصحته؟ ايش كان انت بتجاوب؟ انا لقطت مصلحه. كل شغله ما فيه بقعد مع مردون بسمعه بتعويش معه. لو يا اونسي شغله طب نفسي مو لعبه، شغله طب نفسي هي بسموه سهل ممتنع. شو هذا السهل الممتنع؟ صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. ايش في؟ عم بقول ايش في؟ يا دكتور ما في شيء دكتور، ما في شيء، ايش بدكم فيه يعني؟ نحن دائما بتواجهنا هيك حالات. ايش بالحالات بقى؟ حالات نحن دائما شغلتنا فيها لبكة يعني. لبكة؟ أكيد عملتي فصل جديد يا سعاد. أنا فصل يا دكتور؟ ايش نحن بمسرح يعني؟ سعاد احكي ايش سويتي؟ انا بحاول اسيطر على اعصابي قبل ما تطلع معي. لا 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 تطلع. انا بده بقول بده ببج بج سعود نيم مردون وما فوقت، هاي كله قصة. انا هلا ايش فهمت؟ سعود نيمت مردون تونيم مغموتيسي. دكتور مو صحيح دكتور. ولما اجت بفيقه ما فوقت. والمريض ايش دخلوا لغرفة المعاينة بقى؟ دخل لحاله؟ انا دخلته دكتور. خرجوا، الله ما بقيمه. انت كمان الاوهام والوساوس اكل راسك، فاكرني بدي ابرك محلك واخذ محلك بالعياده؟ انه انا كم مره بدي افهمك انه مالي مصلحه ابرك محلك، بدي اخلص عطلتي الصيفيه وارجع على جامعتي كم مره؟ الله بكون بعونه. مين وهاد؟ جمعه. لا لا ولا عزيم. اهلا وسهلا فيك، شرفت، اهلا وسهلا فيك. كل ما بدك تيجي تنام قبة على عنا. شكرا دكتور، مع السلامه. مين؟ حورية البحر؟ أنا متشكري، أنا مدين لك بجزير الشكر يا حورية البحر. شكرا 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 كثير. العفو. حاضر. سلامة. سلامة. مع السلامة. أنس وسعاد. دكتور. النفس الإنسانية كل ما وصلنا بأعماقها بنلاقي أشياء عجيبة. صح. والأستاذ مفيد حسنت حالته، بس هذا الشيء لا يعني إنك على حق يا أنس وسعاد. ايه خلي عنك خالتي، عن اذنك. اوف 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 شباب، حياتك ما حملت شي كني. لا مو هيك، عفوا. بس يعني ليش لحتى احمل؟ ما هو في صابر هو اللي. مين هذا صابر؟ قصدي عفوا، يعني هي الشغله بدها صبر. هاي عشان وصل الست سعاد، السياره تعطلت على الطريق. انا اسف احمد، تاخرت عليك.
ايش دخل سوعة في النص؟ سيارتك مهرتك وبدها تصليح. روح على الشاحنة جيب بقية الغراض. الله يرضى عليك. حاضر ماما. روح معه، روح معه شيء. انا؟ وقف صندوق السمع. مين هي أدرية؟ يعني انكشفت لك الأسرار فجأة؟ بركاتك يا دكتورة سعاد. دخيلك أنت هلا هيك؟ يعني لأني حكيت لكم إيش صار معي اليوم بصدق؟ أما ما خفي كان أعظم. ماما دي اسكتي بقى حاجتي. ذاتي الدكتور شاكر صار كثير اشتكى لي من تصرفاتك معه. أنا شايف. إيش شايف؟ شايف يعني فنجان الشاي. إيش بو الشاي؟ كني ناقصه سكر؟ لا إيه حطيله سكر. إيه ناقصه سكر فعلا. كفي هيك؟ إيه عفوا. خلونا نسمع رأي الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، أنت مع سعاد إنه تتدخل دائما بشغل الدكتور شاكر؟ والله هو يعني التدخل بعواطف يعني هو يعد عمل إنساني يعني. لسانه بدأ ينطلق. الحمد لله. هيك ها طالع الدرر. يعني حضرتك لو كنت محلي كنت رايح تتصرف مثلي؟ أنا فنجان الشاي لسه ناقصه سكر. سعاد ضيفي له معلقة تانية. حاضر. كفي؟ شكرا. أكيد رح يرتفع معنا السكر إذا ضل الحال على هالمنوال. شو هاد ولا؟ شو هاد اللي عم تسوي؟ عم تتنصت على العالم؟ أنا أنت شو؟ أنا شو؟ أنا شو؟ أنا لا آسف. ليه بتنصرف يا آسف؟ يخرب بيتك يخرب. أنا صرت قد الشنطير يا كلب، قد الشنطير صرت وما بتعرف إنه تنصت على العالم أنا معي؟ أنت هون ببيت محترم أبي عليك. شو؟ على المطبخ. على المطبخ لله معنا. وشو عرفك انه احمد ترك البيت؟ انشغلت عليه لانه ما عاد زارني. قمت اتصلت برفيقه جلال. احمد كان عم يزورك؟ ليش غريبه؟ غريبه انه الابن يزور امه يا رسلان بيك؟ يعني كان عم يخدعني كل هالفتره. مو طول هالفتره، طول هالسنين الماضية ما كنت عم شوفه إلا بالمناسبات. كنت عامل له أنت غسيل دماغ ومليت له قلبه بالكره لأمه. بس هلأ صار بالجامعة كبر وعرف وفهم، وما في شي في الدنيا بيقدر يفرق بين الأم وابنها يا رسلان بيك. هلأ فهمت ليش هرب ولوين هرب. أحمد عندك يا أدرية. يا ريت يا ريت يجي ويعيش عندي. أنا ربيته وعلمته وعملته رجال. انت سويته انسان معقد ومهزوز من داخله. أدرية، انا جيت بس مشان اقول لك
إذا أحمد صار له شي بكون أنت المسؤول. مدرية المسرحية ما دخلت مخي. شوفي بتفهمي أحمد إذا ما بيرجع على البيت أنا رح بعرف شغلي معه. انتهى. صابر صابر وصل الست أدرية على الباب. الو مكتب ابو رشيد العقا. اهلين عم صابر. يا هلا خير. شو القصه؟ شو في؟ الامر ضروري جدا. ماشي هلا حالا بكون عندك. ارجوك لا تتاخر علي. لا لا خلاص ما راح اتاخر فورا. مع الف سلامه يا اهلي. طيب طيب مع السلامه. طيب انت المساله كثير ضروريه. أكيد أكيد رسلان بيك صار له شيء، أنا لازم أكون معهم بهالظروف. وينك يا عمي أبو رشيد؟ تأخرت، يلا بقى تعال. أهلين أنا سلينا. كيفك؟ شو هالمفاجأة الحلوة؟ أهلين أبو رشيد. شو رايح على الجامعة؟ كيف عرفت؟ حزرتها وهي طايرة. تفضلي تفضلي أصلك تفضلي. شكرا عن إذنك. إيه شو علي؟ خيرة بغيرة بسيطة. مفاتيح. أنا مفاتيح؟ مفاتيح البيت. طول عمرهم بجيبتها. ما في شي بجيبتي. شو صار معكم؟ بشو؟ قابلتوا المحامي؟ يا عم صابر نحن ما لنا علاقة. هي مو شغلتنا. نحن شغلتنا نطبخ ونرتب ونوصل رسلان بيك لشغله وبس. بس؟ عن إذنك. أيوه. وعلمه القواص كل يوم فلما اشتد ساعده هو المقوص قوصني. طيب انا عليك يا نزار بس طول بالك علي بس توزع رسلان بيك قبل ما يطب جلال. رسلان بيك رسلان بيك اعتقد ان منزلتي عندكم وخدمتي طول هذه السنين تسمح لي لكم تريسوا وطولوا بالكم قد ما كان أحمد يعني حفيدكم. لا تجيب لي سيرته. هذا ولد عاق يا حوين التربيتي فيه. هدوءا لا تضوجوا هدوءا. كيف هدوءا هدوءا؟ أنا حاسس أني قاعد على بركان. طيب رستان بيك أنا بقترح تطلعوا على غرفتكم وترتاحوا بينما أنا أعملكم كاسة عصير. ما بدي عصير. ما في شيء يتاكل؟ يتاكل يتاكل طبعا يتاكل لكن بس أنتوا لا تطوشوا. الله يسوقك يا جلال. الله يسوقك يا جلال. عمي تأخرت كتير أنا ناطرك عندي مشوار ضروري. على شو مستعجل؟ خلاص بس ارجع بحكي لك مكركب شوي انا. شو صاير؟ يكون اخ ابو جلال صاير له شيء؟ كان قال لي. خلينا نطمن. الو باسم؟ اي انا عمك ابو رشيد. ابوك هو؟ مرحبتين ابو جلال. شو اخبارك حبيبي؟ لا 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 ما بشي بس حبيت اطمن عليك. كيف صحتك؟ ايه ايه الحمد لله. لا 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 سلامتك ما صار لها الخير. يا سيدي فيك الخير. لا ما صار شيء ومهما صار
مثل ما بيقولوا الدم ما راح يصير مين. طيب مع السلامة. تفضل. شو بده منك أخو؟ ما بده مني شيء، قال بيطمن علي، بس أنا مالي مطمن. ليش شو قال لك؟ بقول لك ما قال شيء. يلا عن إذنك. وين؟ ما بدك تشرب قهوة؟ مالي مزاج، اشربيها أنت. الله يسلموا ايديك يا ام جلال. اخ بضل باله مشغول. ليش ما قال له جلال انه فض الشركه مع عمه؟ يا وانو شركه؟ ليش انا بالاول عملوا شركه؟ شو القصة شو في؟ لك ايه وينك يا اخي؟ تأخرت كثير. رسلان بيك صار له شيء؟ لك تترك تعيط امشي تعال. جلال احمد وينه؟ احمد؟ جلال انا بعرف انه انت بتعرف احمد وينه، لأنه أحمد إذا خبى عن الناس كلياتها عنك ما حيخبي، لذلك لازم نتصل فيه ونخليه يرجع على البيت. طمني رسلان بيك بخير؟ رسلان بيك بخير، بس أحمد ما حيكون بخير إذا ما رجع على البيت. شو بتقصد؟ لأنه جده قبل المحامي، في تطورات جديدة. أنا مالي فهمان شي لهلأ من القصة. جده يمكن يحرمه من الميراث. أنت ما بتعرف رسلان بيك مثل ما بعرفه أنا. لا لا ما بيساوي يا رسلان بيك. سيدي بيساوي وبيساوي أبوه، خاصة بعد ما قابل الست قدرية. أم أحمد؟ إيه أم أحمد إجت لعنه وكان اللقاء عاصف مثل اللقاء اللي صار قبل 20 سنة، لذلك لازم اتصل بأحمد وحذره. جلال ما في غيرك بيساعدني. تحذره من شو؟ لك شو بنا؟ شو كنا عم نغني بالطاحون؟ ما قلنا لك جده اللي حيحرمه من الميراث لأنه مفكره عند الست قدرية. إيه ها؟ هلأ بلشت أفهم. الحمد لله. لا لا بس ما بيعملها ما بيعملها. يعني ما بدك تقلي وين أحمد؟ أحمد لك يا جلال بيقولوا الصديق وقت الضيق. طيب شوف عم صابر أنا رح خبرك وين أحمد، بس بيضل الموضوع سر بيناتنا. أوكي بس قلي بسرعة بسرعة. شو عم تعمل عندك؟ أنا 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 كنت كمان هي علمك ياها صابر؟ مين في عنا؟ السيد جلال. جلال عنا؟ فوت لعلي شغلات. استاذ جلال عنا؟ شو هالمفاجاه؟ اهلا فيك. انا جاي اطمن عليكم جدو وهيك يعني. الله فيك الخير والله. تفضل استاذ. شكرا بس انا يمكن اتاخر عندي شغل، خلص برجع ان شاء الله بطمن عليكم بعدين. يلا بالاذن بالاذن. أستاذ جلال رفيقك أحمد وينه؟ أنا مثلكم رسلان بيك، أنا عن جد تفاجأت بسفره. سفره؟ معنى ذلك أنه أحمد غادر الشام. شوف يا سيد جلال، أنا شخصيا ما راح أضغط عليك، بس أنا واثق أنك بتعرف مكانه، لذلك أرجو أنك تبلغه هالرسالة فورا. قل له إذا ما بيرجع على البيت حالا معنى ذلك رح يندم كتير. صابر. نعم سامي. قول لنزار يجهز السيارة فورا. لوين؟ لعند المحامي. على فكرة اتصل فيه شوفه رجع ولا لسه. حاضر. قلي وين أحمد بسرعة. قلي لساتك واقف؟ ما سمعت شو طلبت منك. لا يلا تفضل تفضل.
كيفك انت؟ شو هالمفاجأة الحلوة؟ يا ستي مفاجآت من هالنوع بتصير، يعني بيكونوا ناس ماشيين بيلتقوا بعدين منطقتنا قريبة نحن. انت كيفك؟ تمام الحمد لله. ما قلت لي شو أخبار صديقك؟ أنا صديق منه؟ هذا اللي بيخجل كثير. خير؟ لا ما في شيء، بس هيك تذكرت شغلة بس. وشو هي؟ لا هيك شغلة ما بتنحكى، هلا بدها قعدة. رح تعمل مثل عمك. ليش شبه عمي؟ لا بدها قعدة. بدها قعدة؟ خلص نقعد بكرة. لا بكرة عندي محاضرات كثير ماني فاضية أبدا. طيب خلص بعد بكرة. ماشي موافقة، على الأقل بنسأل عن رفيقك. شو قصته الاهتمام المفاجئ هيك برفيقي؟ لا أبدا من قبيل حب الاستطلاع بس. ماشي. ماشي. يلا. سلامة. شوفك بالجامعة. باي باي. باي. يا عمر أنا ما بحب العزايم. كل يوم عزيمة يا أخي، كل يوم عزيمة. لا خيو ما حدا طلب منك ترد. لا يا عمر لا، أنت بتعرف إنه أنا قد وقدود، بس شو بدنا نقول؟ زمن. إيش بك أحمد؟ عم بمزح معك. أنا ما عم بمزح، أنا عم بحكي عن جد. أخي أنا ما بحب العزايم. هلا بدك تزعل أمي؟ هالحفلة عاملتها مخصوص مشان تحتفل بنجاحنا يا أحمد. يعني تذكرت نعيمان يطعم الحجة والناس راجعة. الست عفافية اللي علقتها، وانت بتعرف ان امي كريمة، بعدين ما في حدا غريب، نحن وعيلة الدكتور شاكر. ومينو هاد الدكتور شاكر؟ هذا دكتور نفساني كبير. يا حبيبي يعني نحن ناقصين؟ بس هو شخصية طريفة بدك تنبسط منه كتير. وليش بقى؟ لانه بيحمل نفس افكارك، وهو كمان على عداء تاريخي مع المرأة، وبعد تجربة مريرة صار ربع قرن. شوف عمر أنا مالي خايف من الدكتور شاكر أبدا، أنا مستعد أحضر حفلة فيها آلاف الرجال، بس بالنسبة للنسوان المسألة مختلفة جدا جدا، أنا ما بقدر. أنت بتعرف. لك لا تخاف يا أحمد، عم تسمعني؟ سمعانك أهدي. لك عيلته ما كبيرة كتير، عم تسمع؟ إيه قديش قد عيلته؟ الست عفاف زوجته وكريمته الكبرى الأنسة حنان، والصغيرة الأنسة أحلام. بس؟ وينك؟ بس هدول؟ تزعل منك؟ فوت. بالعكس انا بحياتي ما اكلت هيك اكل. الله يسلم هالديات يا ام عمر. ميت السلامه يا دكتور شاكر، شرفت وانست، وكلياتكم شرفت وانستوا، يا ميت السلامه. دايمه عقبال ما نفرح بالاستاذ عمر. والأستاذ أحمد كمان. الله يسامحك يا ست عفاف، أحمد ما بيحب هالسيرة. معه حق. عمر قصدي عمر معه حق، مو الأستاذ أحمد. بس عمر ما قال شيء. بس أنا سمعته عم بيقول مو مصدق إمتى يتزوج. تعرفوا يا جماعة، بدي أقول شغلة واللي بده يصير يصير. تفضلي. يا
يعني بصراحة أنا هي أول مرة بدوق فيها هالأكلة الطيبة. فعلا أنا مقصرة، كان لازم أطبخ لكم إياها، يعني ما بكفي الأكلات الحلبية، لازم أطبخ أكلات شامية. بس أنا بدي أقول شغلة، الست عفاف زوجتي المصون ست بيت ممتازة ولازم نعترف بها الشيء، بس الحلو إيش بار حلو؟ الحلو الحلو من أنا أكل حلو ما هي؟ بتصدقوا يا جماعة نحن هالأكلة هي كنا ناكلها مرتين بالأسبوع عند جدو ل... عند قصدي عند جدو لواحد رفينا اسمه جلال، جلال علم الدين. عمار؟ نعم. هلا جلال بيقربوا لأحمد؟ لا، أحمد من دمشق وجلال جلال من ريف دمشق. ايش مالك شايفة عجيبة شوي؟ يعني كيف واحد علم الدين واحد علم الحرية؟ علم الدين علم الحرية ما يعجبك. أنا بعرف واحد موظف بسيط بيشتغل آزل اسمه سعيد كامل، وبنفس الوقت في واحد تاني بيحمل نفس الاسم بمنصب كبير. المفارقة اللي كانت تصير انه سعيد كامل الدرويش لما يراجع شي مصلحة حكومية كانوا يعتقدوا انه هو سعيد بيك، كانوا ينهولوا شغلته بسرعة عجيبة. فعلا فعلا بيخلو من شبه 40. ايش قصة علم الحرية استاذ احمد؟ يعني عدم المؤاخذة لقب العائلة في شوية طرافة ما هيك؟ فعلا أنا معك كمان. منين أجاكم هاللقب؟ اللقب إجانا من عمر. نحن هذا يا سيدي والد جده لأحمد كان بزمانه ضابط بالحرب العالمية الأولى بالجيش العثماني. مظبوط. وكان بزمانه يحمل العلم وقت اللي كانت الدولة العثمانية تخوض معركة ضد الجيوش الأوروبية. مظبوط. الله مظبوط. يعني بدون ما نخوض بالتاريخ كتير كانت الدولة العثمانية تعتبر إنه معركة مع الحلفاء هي معارك حرية، وبما إنه والد جده لأحمد كان حامل العلم لقبوه حامل علم الحرية. صح مظبوط. مظبوط ايه. ومع مرور الزمن شافوا انه اللقب طويل شوي، يعني كانوا اذا كان بدهم يكتبوا عرض حال ياخذ نص صفحة. ف يعني من السيد فلان حامل علم الحرية الى كذا كذا الى ما بعرف ايش، خيو شغلة طويلة. وهيك اختصروا اللقب وصار علم الحرية من غير كلمة حامل، ما هيك؟ الله يسلم هالتم يا دكتور شاكر. هلأ اتركونا من دروس التاريخ، طول السنة مع دروس التاريخ أنا. بس أنا بعرف يا ست عفاف إنه أنت معينة مديرة من كذا سنة. بس ماما قصدي الست عفاف لساتها عم تعطي دروس البكالوريا مع احتفاظها بمنصبها كمديرة. طبعاً الست عفاف زوجتي المصون ممكن تترك التاريخ كله وما تتنازل عن منصبها كمديرة. ايش رأيك يا أستاذ أحمد؟ بإيش يا ست عفاف؟ بالأكل، شوان بتطبخوا أحسن؟ السؤال فيه إحراج لأحمد. واضح. يعني إذا إجا مع أهل الشام ما راح يخلص، وإذا إجا مع أهل حلب بده يجامل لأنه ما حدا بيقول عن زيت وعكر. أنا ما بحب المجاملة. طبعاً يا أستاذ أحمد، بس إذا دقت طبخ ست عفاف زوجتي المصون بدك ما تجامل، بدك تحكي الحقيقة. إيش قصدك شاكر؟ لا ما بقصد شيء، قصدي إنه طبخك حلو وطبعك حلو شاكر. طيب رح أتحداك يا شاكر. أستاذ أحمد أنت إيش بتحب؟
أنا ما بحب حدا. أحمد بيحب المسقعة، مسقعة البنجان. رح أطبخ لك إياها، وبكرة العزيمة عندي، إيش رأيك يا أستاذ أحمد؟ طيب حاضر، بس على الأقل خليها لبعد بكرة لنهضم الأكلات. بهيك حالة الشاي كتير منيح. سعاد عملي لنا شاي. ايش رأيك؟ بإيش؟ ايش بإيش؟ باللي صار؟ ليش ايش صار؟ يا مو بحسك قاعدة في آخر الباص، مالك علاقة بشي. لك غيت أنا كل هالشي ما فات بمخي. الشغلة إلا فيها ملعوب، ايش عالم الحرية ومعارك؟ سعاد أبوس إيدك، أنت بالذات لا تحشري حالك. ها بعدين يعني والله الأستاذ أحمد بينته إنسان طيب. ايش شو؟ كني حطيتي عينك عليه؟ أنا؟ لا حبيبتي، أنا ما بحب هيك نوعية من الرجال. إيش بدي أعمل فيه؟ شخصية مهزوزة. مين عم تحكوا؟ عن الأستاذ أحمد. بيجنن، وأنا جاي اطلعت فيه. كان رايق لي بكاسة المي فوق البابا. ليش رح تشرب مي؟ إيه؟ ماما حصرته مشان العزيمة. وبيظهر عرق كتير، بس بتعرفوا دمه خفيف. طبعا هيك نوعية من الرجال بتنال اعجابك واعجاب امك، لانهم بيكونوا مثل العجينة وبتقدري تقلبيهم مثل ما بدك. ياتي هي ليش لا؟ شو هاد؟ يا لطيف. شي كتير اوف. وهلا شلون بدي اتصرف؟ كل الحق على عمر، انا الحق عليه، كان من الاساس ما لازم يجي على حلب. احلى كاسة عصير للاستاذ احمد. لك هلا انا بالعصير. لكن بايش؟ لك انتو شو قصتكم؟ يا اخي بتهلكوا للواحد، شو هالعادات هاي؟ اين عادات؟ يعني اذا حبينا واحد منهلكوا بالعزايم؟ هي اهل حلب استاذ، ام المحاشي والكباب. يا سيدي والنعم، بس انا معدتي خربتولي اياها، نزعتوني يا اخي. بعدين انتو ليش كتروا دسم؟ هو الخير كثير والحمد لله. بس يا ابو طعان، انا اعصابي ما عاد تتحمل يا اخي. تخيل حالك قاعد بين اربع خمس بنات، شو بتعمل؟ علي النامي بترك الاوتيل. ليش بدك تترك الاوتيل؟ مفهوم يا استاذ، الله لا تحرجني. بدك شي تاني؟ لا سلامتك. السلام عليكم. وهي علينا كنا بألف خير. شو هاد؟ خلص انساها انساها، لازم ما بقى تفكر بلينا ابدا، لازم تطالعها من قلبك مثل ما هي طالعتك من قلبها. لك ايه، لك لا لك ايه. خلاص أني سلينا؟ شو هالصدفة الحلوة؟ علينا أبو رشيد، بس هالصدفة الحلوة عم تتكرر كتير. يا ميت أهلين وسهلين. شو رايحة على الجامعة؟ إيه رايحة على الجامعة. إيه أنا طريق من هنيك. كمان أنت بتدرس بالجامعة؟ حلو جامعة. أي أنا وش جامعة وعلم ودراسة، الجامعة إلكم أنتو.
طيب انا تاخرت، عندي كثير محاضرات علي الطلاق ما بتمشي من هون على رجليك هي. ها هالمره وصلتك السياره، تفضلي تفضلي. انا طلاقها هي اخر مره طلقت فيها، مضى عليها اكثر من سنه. عن اذنك. اذنك معك. هيك يا عبدو هيك تفضحيني؟ يعني ما حلالك كلام غروي شروي الا هلا؟ طيب يصير خير ان شاء الله. شو شايفه حالها ست الحسن والدلال؟ شو شهرزاد؟ مين هي شهرزاد عم؟ مالك شغل؟ هاي وحده رافعه بالاخيره، مو عارفه انه المصاري ممكن تزلل كل الصعاب. فهمنا شو القصه عم؟ قلت لك ما في شيء. انت شو صار معك لهلا؟ كله تمام ان شاء الله، المعدات باقي لها اسبوعين وبتوصل. وانا جاهز ويمكن قبل الوقت هذا. بس عم ما بيسلمونا التجهيزات الا ما ندفع رعبون. ها شو مفكرني غشي؟ ما في شيء بلا رعبون. جلال شو بتعرف علينا؟ عم بالنسبة للينا بنت درويشة كتير، يعني أهلها عم يقطعوا اللقمة عن تمهم مشان يدرسوها. منيح اللي ذكرتني. لوين رايح؟ معلش عم ما رح أقدر ضل بالمكتب. راجع؟ خليها للظروف. طيب يعني سلينا خلينا نشوف مين اللي رح ينتصر في النهاية. جلال شبك وين شاري؟ ايه بس هيك شارد هيك شوي بموضوع بس كتير سري يعني. لهالدرجة؟ يعني مو لهالدرجة، بس بيني وبينك عم دور على حدا استشيره. طيب احكي يمكن فيدك. الموضوع بيتعلق بأحمد علم الدين صديقي. يلي جده مليونير شو بو؟ يا ستي جده بده يزوجه غصب عنه. ايه شو ايه؟ قام هرب، والوحيد اللي بيعرف مكانه أنا. وصابر بده يعني بك. مين هذا صابر؟ هذا مثل ما بدك تقولي الدادة تبعه، المربي تبعه يعني. وبعدين؟ وبعدين ولا قبلين. صابر بده يعني يقول له أنا وين هو موجود، مع أنه أنا أحمد موصيني ما أقول أبداً هو وين موجود. وليش صابر بده يعرف؟ لأنه جده بده يحرمه من الورطة. إيه هذا صار فيلم سينما. على كل حال أنا ما بعتقد يساويها، هو بس عم يهدد. أنا شفت هيك فيلم. لا يا ستي، لا فيلم سينما ولا فيلم هندي، القصة مثل ما عم قلك بحذافيرها، وجده بده يساوي هالموضوع لأنه استشار محامي. شرف هيشي. تفضل احكي. شو بدي احكي؟ جبنا لك قهوة وشربت، جبنا لك ليمون الزهرمته، هي الشاي ما بدك تحكي؟ شو قصك انت؟ لسا في الحليب. كغي راجع صغير. طيب اشرب الشاي هلا بجيب لك حليب. انت بدك تعرف اذا قابل المحامي ولا لا، مزبوط؟ مزبوط. طيب شو مصلحتك؟ لازم اعرف مشان حذر احمد بيك. ليش انت بتعرف وينه؟ لا بس يعني الا اعرف وينه. طيب اذا عرف رسلان بيك انه انا اللي قلت لك، شو بيعمل فيني؟ يا سيد صابر انا هلا دراعه اليمين. شو يعني؟ لانه شغلك شوفيره لك انت يعني زار غشيم. رسلان بيك انت ما بتعرفه، رسلان بيك مثل البحر، مرة هايج مرة هادي. ايه مثل ما عم قلك.
اليوم يعني زار شغلك شوفير، بكرة بشغلك جنايني. معناته الأحسن إنه ما أعمل أي شيء خليه يهوج. نزار احكيها. شو بدك تروح تجيب الكفكير وتضربني؟ لا أنت حبيب قلبي، ها ما بتسهل غير بوتي. هات ها احكي. لا بالأول بدك تحكي لي قصة ضربة الطنجرة والعضة. شو ضربة طنجرة؟ أنا حكيت مع رسمي أفندي حول القصة، قلت له إنه سمعت إنه صابر أفندي أكل ضربة طنجرة من مرته الأولانية وعضة من مرته الثانية. لك يا نزار عيب عليك، أنا عد أبوك، أنا عد أبوك أنا، بعدين هي شغلات خاصة. طيب وأنا آسف، حقك علي. شو قال لك تمار رسمي أفندي؟ ضحك وقال لي هي سحبة. سحبة؟ هيك قال. نزار إنه من القصة. طيب بدك أحكي لك إذا رحنا لعند المحامي ولا لا؟ لا ما بدي، وقوم على شغلك، قوم على شغلك. والحلي؟ قوم على شغلك نزار، بتعرفني ها أنا بس عصب بجنة. يعد مني يا هرالي عصبي. هاي هي القصة. قصة مشوقة. ليش عم تضحك؟ لأنك ما سمعت الجزء الأكثر تشويقاً من القصة واللي هو بيتعلق فيكي أنت. فيني أنا؟ عندك علم إنه أحمد علم الدين بيحبك؟ أي مو معقول، نحن ما شفنا بعض إلا مرتين أو ثلاثة، بعدين كل اللي حكيناهم كم كلمة، وهذا الشيء كان بناء على طلبك أنت. على كل إن هو متعود يحب بهالطريقة، يعني خطف مثل خطاف الزعزع. يعني من طرف واحد وعند اللزوم بيهرب. على فكرة أنا حسيت إنك أنت ما بتبادلي عواطفه. إيه أنو مشاعر هي؟ ما كانت خطة مرسومة، شو بنا؟ مشان هيك أنا كذبت عليه وقلت له إني أنا قابلتك. ها وإن شاء الله مشان تشجعه وتقوي معنوياته قلت له إني بحبه. بالعكس أنا خفت عليه ينصدم، لذلك أنا دغري دجيته الحقيقة دج وقلت له إنه أنت ما بتبادلي المشاعر نفسها. إيه بس هيك ضيعت علي فرصة كبيرة. حيرتينا معك. أي يعني مو كل يوم ممكن يتقدم لي حفيد مليونير. ودراستي؟ بقدر اجمع بين اثنين. شوفي انا مفكرك لهلا اخذ الموضوع عم مزح، اما اذا عم تحكي عن جد فكيف انت بتقدري تتجوزي بس مشان المصاري؟ ما بعرف، بس انا تعبت واهلي كمان تعبوا، بعدين انا عم بدرس بحق الام اللي هي من حق اخواتي صغار. عن اذنك جرى عندي محاضرات.